في جلسة طارئة عقدها مجلس محافظة نينوى على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة، استضاف المجلس كبار القادة الأمنيين في المحافظة لبحث التداعيات الأمنية ومسببات التفجيرات الأخيرة. وشهدت الجلسة التي حضرها قادة عمليات نينوى والشرطة والحشد مناقشة أوضاع المحافظة الأمنية وأسباب الاستهدافات الإرهابية، فضلا عن جهود القوات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وفي ملاحقة خلايا داعش.